السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة الريفيو بتاعنا عن كتاب الأبرار في الرياضيات الصف الثالث الابتدائي، من أكتر الكتب اللي أنا بدعمها بشكل كبير جدا. الكتاب كمية تمارين فظيعة وتمارين غير اعتيادية بصراحة ربنا. الكتاب مش بس جايب لنا مراجعة على اللي فات، الكتاب بيخلي أي طفل يمسكه يبقى متقدم ويبقى مذاكر اللي جاي إن شاء الله. كتاب الأبرار سنة تالتة ابتدائي رياضيات، هنستعرضه إن شاء الله مع بعض. وأول حاجة أنا بفتحها هو بسم الله الرحمن الرحيم، ده الفهرس بتاع الكتاب. بدخل اهوت على الفهرس بتاع الكتاب اهوت، تمام. طبعا ورقة خامة حلوة جدا، الالوان زاهية بشكل كبير قوي، متقسم كمان من اول، يعني متقسم حسب الفصول الدراسية ومتقسم تبع المنهج، خاصية التجميع والتوزيع والاسم وتدريبات طبعا عليهم. وبعدين داخل لي فيه الكسور والكسر كجزء من المجموعة وعلاقة الكسور بالاسم. طبعا منهج طويل عريض، هنستعرض ازاي كتاب الابرار من جوه مظبط لي بقى الدنيا. اول حاجه هو جايب لي خاصيه التجميع وجايب لي مراجعه استراتيجيه العد بالمصفوفه، تمام. وكمان مديني تدريبات اهوت، ادي كده تدريب 2 3 4 5 تدريبات، تمام اهوت. مديني كمان داخل لي بعد كده في خاصيه التوزيع اهو، ده الشرح وتدريب وبعدين تكمله التدريبات. طبعا الكتاب ماشي بانتظام حلو جدا ومدي كمية تمارين ممتازة، حاجة ممتازة اهو. تقدير نواتج الضرب، الدرس اللي بعده اهو. وبعدين بيبدأ ان هو يعلم الاطفال الضرب 3 ارقام، وبعدين داخل لي فيه الاسم وعلاقة الاسم بالضرب، وبرده شارح، وبعد الشرح جايب لي التمارين اهي. طبعا كمية التمارين بتاعته بيتميز بيها الأبرار من أول يا جماعة مرحلة الكيجي، وهو بيتميز بكمية تمارين ممتازة. ده محيط المستطيل أهو، مديني القانون أهو، دي مسائل كلامية، استراتيجيات متعددة لحل المسائل الكلامية. الكتاب بيخلي حتى الأطفال اللي مش متأسسين بشكل كبير في المرحلة الابتدائية في أولى وثانية ابتدائي إن هو يقدر يمشي في الكتاب بسهولة، تمام. وكمان إن إمكانياته يعني تعلى، إمكانياته تتظبط وإمكانياته تعلى أهو. هنا مديني تدريبات طبعا على المسائل الكلامية والكسور، تدريب رقم 12، تدريبات على مقارنة الكسور اهو. الكتاب عايز صغر شوية عشان الكتاب يجي كله وتيجي كمية التمارين اللي فيه اهو. طبعا الكتاب ما شاء الله منظم جدا مرتب جدا، التدريبات اللي بعده ظل الكسور المتكافئة. طبعا مديني التدريبات بشكل يعني مختلف اهو. هنا دخلنا في ايجاد المجهول وعلاقة الضرب بالاسم. شو يا جماعة كمية التمارين عاملة ازاي؟ طبعا ما شاء الله كل ده، احنا كده دخلنا في جدول الضرب، محيط ومساحة الأشكال الهندسية. كتاب حساب جامد جدا بصراحة ربنا، مش سايب أي حاجة، وزي ما بيقولوا ما بيخرش المية. كل ده أنا في الكتاب الأساسي أهوت. بعدين دخلت في درس اسمه العمليات على الأعداد أهو، تدريبات عليه. ودخلنا في الوقت، أنا كده جبت تقريبا آخر الكتاب. الكتاب يا جماعة عامل 208 ورقة، الكتاب عامل 208 ورقة، ورق أبيض زي الفل، خامة ممتازة، تنظيم تنسيق طباعة، الكتاب في منتهى الجمال. نيجي بقى للوحش الأسطوري ده والملحق اللي معاه. الملحق اللي معاه ده يا جماعة ملحق إتقان مهارات الضرب والإسم، ده ملحق الضرب والإسم بس. الناس اللي تفضل تسألني إن هم عايزين كتاب يكون في جدول الضرب، مش هتلاقوا احسن من كده بجد. الكتاب هو جايب جدول الضرب 1 و2 و3، وبعدين تمارين عليه اهو. شوفوا
كمية التمارين، حاجة يعني جامدة جدا. وبعدين جايب لي الجداول طبعا، 5 و6، 4 و5 و6، وبعدين جايب لي 7 و8 و9 او كمية التمارين على جدول الضرب، حاجة كده اهوت جامدة جدا. جايب لي كمان تمارين على القسمة، وبادئ جايب لي تمارين على القسمة المطولة اللي هي البعبع بتاع اي طفل في سنة تالتة ورابعة ابتدائي، هي القسمة المطولة اهو. الابرار يا جماعة في الرياضيات عامل ملحق ملوش حل اهو. كمية التمارين حاجة ممتازة جدا، بسم الله ما شاء الله اهوت. تمارين على الضرب وعلى القسمة، وكمان في الاخر جايب لي تقييمات الكتاب معاه الملحق هدية بأمر الله، والكتاب طبعا موجود من خلالي عندنا موزعين في جميع المحافظات، وموجود كمان منتشر بفضل الله في مكاتب المحافظات كلها، وعندنا توصيل في كل حتة، وعندنا توصيل بريد. الكتاب عامل 95 جنيه، وسعره هو والملحق مع بعض. شكرا ليكم، تابعوني، والكتاب خطير بجد.